2019 سنة مميزة في حياة كريم عبد العزيز الفنية، فحقق فيها فيلم الفيل الأزرق 2 أعلى الإيرادات ليس فقط في موسم عيد الأضحى ولكن في تاريخ السينما المصرية. 2019 طبعا سنة بحبها وسنة غالية عليا جدا. ربنا كرمني في أولها في نادي الرجال السري مع صاحبي وحبيبي وعشرة عمري وائل عبد الله، وإخراج الأستاذ خالد الحلفاوي وتأليف الأستاذ أيمن وطار. وبعدين ربنا كرمني اكتر في الفيل الازرق 2 مع شركه انا فرحان جدا ان انا اشتغلت معاها، وعايز احييها من خلال برنامجك ان انا لم تبخل بجنيه على الفيلم اشرف. وتاني تجربه مع اخويا وصاحبي وعشره عمري الكبيره مروان حامد. فسنه حلو، يعني هقول لك ايه، سنه حلو. انا لسه صاحي بس بجمع معاكم. لا تخاف ولكن احذر. في عيد الفطر القادم هيتم طرح الفيلم الكوميدي البعض لا يذهب للمأذون مرتين، واللي تم نشر صورة منه لكريم عبد العزيز أثارت الجدل وتم تشبيهه بأكثر من فنان. وسليمان عيد وليلة مفيش. بص، البعض يذهب مأذون مرتين هو تأليف أيمن وطار، وبرضه بيدور في الإطار الاجتماعي ما بين الحياة الزوجية والجواز والطلاق. هو بيطرح سؤال واحد الفيلم: هل لو رجع بيك الزمن هتختار مراتك هي هي؟ ونفس السؤال للست: هل لو رجع بيك الزمن هتختاري جوزك هو هو؟ انا جاي اهدي النفوس ومش عايز اجابات. وده اللي احنا بنقوله في الفيلم. طبعا الرجاله كلها هتقول اكيد، والستات انا مش قصدي. فالفيلم عامل حاله من حاله الجدل المجتمعي دي في فكره الجواز والطلاق بشكل كوميدي جدا. بيستعد كريم لتصوير فيلمه القادم كيرة والجن، وبيرصد العمل حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19. أنا كيرة وأحمد الجن، صح. هو الفيلم اسمه كيرة والجن، مأخوذ عن رواية 1919. فمروان حامد شافنا كده. بنحضر حاليا وداخلين إن شاء الله على أواخر يناير، وعايز أقول لك أنا فرحان فرحة غير طبيعية بهذا الفيلم بالذات. أولا فرحان إن أنا هشتغل مع أحمد عز. أنا وأحمد صحاب من زمان جدا، وكان نفسنا نتجمع في موضوع مش هقول لك ضخم يعني، بس موضوع يبقى لايق علينا احنا الاثنين. لحد ما جالنا الورق من احمد مراد ومروان حامد، لا يعني ربنا يقدرنا بس ونقدر نعمل حاجه احنا الاثنين تفرح الجمهور. فيلم كبير وفيلم ضخم، فيلم معناه كبير جدا كاتبه احمد مراد. يا رب بس يقدرنا ونفرح الناس 2020. مين هيتكتب اسمه الاول، احمد عز ولا كريم عبد العزيز؟ وحياه يعني مش عايز احلف، وحياه ربنا اقسم بالله لا كريم ولا عز ولا عز ولا كريم. كلمنا في اي تفاصيل ليه علاقه لا بالاسماء ولا بالادوار ولا انا بحب احمد جدا على المستوى الشخصي، واحمد نجم كبير وفنان كبير وممثل كبير، وعلاقتنا احنا الاثنين علاقه اثنين صحاب بجد. هو كان الفيلم بس كان ناقصه السقه، لو كان فاضي كانت. فأقسم بالله بقول لك لا أحمد ولا أنا اتكلمنا في أي تفاصيل، وسيبنا كل ده للإنتاج وللإخراج. إيه المفاجأة دي؟ كلموك؟ ما كلموك أنت كمان؟ ده الموضوع كبير بقى. فكرة تقديم جزء تاني من مسلسل الزيبة ما زالت قائمة. إن شاء الله قريب. أنا كنت في منتهى السعادة يوم ما قدمت موضوع لهذا الجهاز العظيم وللأبطال اللي هقول لك الجنود المجهولة. يعني الجزء التاني ضخم جدا 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 في تنفيذه، بس إن شاء الله عن قريب يعني يبقى في خير إن شاء الله يا رب. حد قال لك حاجة غير كده ولا إيه؟ خليني ساكت. إيه اللي خليني ساكت ديال؟ ما تنطق. قصدي ماما قالت لي إن هي سابتك عشان أنت ما كنتش بتذاكر وبتسقط. في استفتاء أجراه الجمهور تم اختيار كريم عبد العزيز لتجسيد دور الجوكر في نسخته العربية. طبعا فرحان جدا ان الجمهور اختارني في لو في نسخة عربية من فيلم الجوكر لإخوان فينيكس، بس هو نسخ كبير جدا برضه أشرف، يعني النقلة شديدة. يعني كريم فينيكس إخوان عبد العزيز، النقلة مش الاسم مش راكب. طبعا بشكر الجمهور وطبعا أقبل أعمله، يعني كون الجمهور شافني في حاجة زي دي حاجة تفرح يعني. ولو اعتذرت أرشح مين؟ أرشح سقا، أرشح عز، أرشح كده يعني.